السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الأعزاء. تعالوا نستكمل المحاضرة الماضية بالدرس بتاع النهاردة اللي بندرس فيه الـ Stability of Closed Loop Control System. الحقيقة احنا هنبتدي من آخر 2 سلايدز في المحاضرة الأخيرة اللي هي كنا بنحدد فيها الكاركترستكس of Closed Loop Control Systems من أماكن البولز اللي موجودة على الـ S Plane. تعالوا نشوف كده مسألة من الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة يبقى أنا دلوقتي بقول إنه أنا الـ Time Response بتاع الـ First Order مش معايا، الـ Time Response بتاع الـ Second Order، أنا Higher Order System من الدرجة الثالثة. صحيح، ممكن نشوف بحسب اماكن البولز ان انا ممكن اهمل الداينامكس بتاع الفيرست اوردر او الداينامكس بتاع السكند اوردر على حسب مكانه، لكن انا دلوقتي من الدرجه الثالثه. من الدرجه الثالثه فيما فوق معناه انه في حاجتين ممكن يحصلوا معايا. اول حاجه انه السيستم ممكن يكون ستيبل وممكن يكون ان ستيبل، واحنا لفتنا النظر قبل كده ان الاستابيليتي معناها فيزيكالي انهيار، انفجار، دامج. ماثيماتيكالي نقدر نقول عليها انه بالنسبه للاوتبوت، اذا كان الاوتبوت باوندد اوتبوت فيبقى السيستم ستيبل، اذا كان الاوتبوت ده انباوندد اوتبوت، السي اوف تي دوت ملهوش حدود وبيزيد مع الزمن، يبقى ده اسمه ان ستيبل سيستم. فتعال نشوف سيستم من الدرجة الثالثة اللي ممكن يبقى فيه مشاكل غير الفيرست وغير السكند اللي كانوا بيقولوا لقيمة ثابتة في النهاية. الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن بتاعته تبقى عاملة ازاي؟ تبقى G على 1 زائد G H. لما تضرب المقام هنا في الواحد يطلع لك S تكعيب زائد 2 S تربيع زائد 3 S زائد الواحد اهو، ولما تضربها هنا يطير المقام ويبقى لي الكي، الكي دوت ادخله مع الواحد ده كحد مطلق للمقام. فيبقى المقام ده احنا اتفقنا عليه الحصة اللي فاتت انه احنا هنسميه الكاركترستكس ايكويشن، دالة الخواص اللي فيها اقدر اتنبأ بكل الكاركترستكس التايم كاركترستكس دايناميك كاركترستكس بتاعت السيستم. اوكي، اخدنا المقام اللي سميناه الكاركترستك ايكويشن واللي هو بيساوي 1 زائد جي اتش اوف اس، ومن الدرجة التالتة. من الدرجة التالتة يبقى أنا دلوقتي ما أقدرش أقول إنه هياخد الشكل ده أو هياخد الشكل ده إلا لما أجيب البولز، لما أحلل المعادلة من الدرجة التالتة وأجيب الجذور كلها وأشوف الجذور دي واقعة فين. أيوة، بس الجذور دي بتعتمد على قيمة K، لأن الحد المطلق هنا 1 زائد K، فكل ما K يتغير كل ما الحد المطلق يتغير، وبالتالي كل ما الجذور دي أماكنها هتتغير. فتعالوا نشوف نجرب كده ونشوف قيم مختلفة الكي ونشوف الجذور هتتغير معايا بأي شكل. أول قيمة هناخدها كي بنص، وبالتالي الحد المطلق هنا هيبقى 1.5. أحلل إزاي؟ دي معادلة من الدرجة التالتة، ومعظم الآلات الحاسبة تخش على مود إكويشنز كيوبيك إكويشن من الدرجة التالتة، وتدخل الـ A بواحد، الـ B باتنين، الـ C بتلاتة، الـ D بواحد ونص، وتقول له solve، يوم يطلع لك الجذر الأولاني عند سالب 7/10 تقريبا، والجذرين التانيين طلعوا تخيليين complex conjugate، الريال بتاعه سالب 6/10 والإماجنري بتاعه 1/3 تقريبا. فواضح هنا أدول التلات جذور أنا حطيتهم على الاس بلين، ادي الجزء، ادي الجذر الريال عن 7/10، والجذر الايماجينري، الجذرين الايماجينين عن 6/10 ريال، واطلع فوق وانزل تحت ب 1.3 تقريبا. اما جيت رسمت الريسبونس بتاع السيستم دوت طلع يعني بيهيف اس فيرست اوردر، صحيح، مع ان ده مش بعيد قوي، يعني المفروض يبقى بعيد عنهم قوي علشان يبقى لو الجذرين دولت بعاد قوي يبقى اقدر اهملهم واقول ان هو بيهيف اس فيرست اوردر. هو هنا يعني البعيد هو الفيرست الحقيقه، لكن هو السيستم هنا ما اقدرش اقول مين فيهم غالب على التاني لانهم كلهم قريبين من بعض. تمام،
لما جيت رسمت الاوتبوت بالمقارنه بالانبوت اللي هو يونت ستيب انبوت، طلع الريسبونس بتاعي بالشكل ده. الشكل دوت واضح جدا انه الاوتبوت هنا باوندد. باوندد يعني ليه كونسترينز، ليه حدود بيقول اليها في النهايه عند تي بتساوي انفينيتي. لكن صحيح موصلش للواحد، ودي مشكله كبيره هشوفها بعدين، لكن هو وصل لقيمه ثابته بيقول اليها، وبالتالي مفيش دامج ولا حاجه ولا في انهيار ولا حاجه. السيستم ده يعتبر ستيبل سيستم، جذوره كلها الريال بارتس بتاعها واقع في الجزء السالب. حطيت كيب واحد، فكيب واحد غير لي الحد المطلق وحللت، فبقى الجذر الفيرست بقى عن سالب واحد، والجذرين التخيليين بقى الايماجينري الريال بتاعهم بسالب نص، والايماجين عند واحد بقى 18. واضح ان الفيرست بعد شويه، يمكن تاثيره هيقل معايا في الريسبونس. تاثيره قل، والريسبونس بقى كانه سكند اوردر شويه. سكند اوردر شويه ما عنديش مانع، لكن بيقول الى قيمه ثابته اللي هي تقريبا نص، ها، ويعني في ايرور عنيف جدا 50% تقريبا ايرور. لكن لكن انا السيستم دوت الاوتبوت بتاعه باوندد زي ما انت شايف كده، له قيمه ثابته بيقول اليها، ويعتبر السيستم دوت ستيبل سيستم. حط كيب 2، فبقى الحد المطلق 3. حللت بالاله الحاسبه زي ما اتفقنا، فلقيت الجذر بتاع الفيرست بيبعد اكتر، ها، عند بقى واحد وسالب واحد من عشرة دلوقتي، والجذرين التخيليين بيقربوا للإيماجينري أكتر، فالتأثير بتاع السكند بقى غالب جدا، والتأثير بتاع الفيرست بقى يبعد قوي وينتهي، تمام. وبقى السيستم يعني تقريبا بيهيف السكند أوردر، بس مش سكند أوردر، لأنه لو سكند أوردر كان هيبقى بيأوسيليت حوالين الواحد، لأنه السكند أوردر اتفقنا إنه الإيرور فيه الستيدي ستيت إيرور فيه بزيرو. هنا برضو بيقول الى قيمة ثابتة في النهاية، وبالتالي عند كيب 2 لازال السيستم ستيبل سيستم، والجذور كلها الريال بارت بتاعها واقع في الجزء اللي هو الليفت هاند سايد من الاس بلين، وبالتالي السيستم ستيبل. كيب 4، الفيرست بعد قوي 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 بقى عند سالب 1.8، والسكند قرب قوي 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 قوي، والسيستم بقى بيهيف السكند اوردر خالص، ها. لكن الملاحظ انه البيكس دي بتقل مع الزمن. طالما البيكس دي بتقل مع الزمن يعني في قيمه هثبت عنها. صحيح استنى شويه، انا مش عايز بس امد التايم ده، لو هترسمه لغايه مثلا 30 ثانيه هتبص تلاقي هتشوف القيمه اللي انت ثبتت لها. انا بس راسم عشان اقدر اقارن بين الانظمه اللي انا عملت لها تحليل يعني. فواضح انه كل ما كي بيزيد، ها، السكند اوردر عندي بيبقى مور دوميننت، والافكت بتاعه بيبان، وكل ما بقرب من الايماجينري اكسيس كل ما الاوفر شوت زي ما انت شايف كده بتزيد معايا. لكن طالما البيكس دي بتقل يبقى انا هروح لقيمه ثابته، وبالتالي هبقى انا ستيبل سيستم. اما جيت حطيت كيب 5 بقى، حصل عندي حاجه مهمه جدا، انه الحد المطلق هنا بقى بستة. صحيح الفيرست بيبعد خلاص، انا شفت الترند بتاعه وعارف ان هو ان هو هيبعد. لكن الكومبلكس روتس الريال بتاعها بصفر، والايماجينري بتاعها ب1.7 و0.17، فهنا الريال روتس ديت بزيرو. انا واقع على الايماجينري اكسيس يا جماعه اللي احنا اتفقنا انه في زيتا ايكوال تو زيرو ان دامبت سيستم. ان دامبت سيستم ات مينز انه ده مفيش حاجه اصلا هتهمده، ده اصلا هيتنه كده. ليه هيقل ليه؟ هو مفيش حاجه اصلا هتهمده. فالبيكس نفسها ذا سيم، والحاله دي هيبقى اسمها حاله السستيند اوسيلاتوري، اللي هي هتنها كده بشكل مستمر. وطبعا دي حاله رياضيه، لكن في الواقع في الريال سيستمز يعني لازم هيكون في اي قيمه للدامبنج نتيجه الفريكشن وخلافه. ف
فدي حالة رياضية لكنها موجودة، لكنها موجودة. لما حطينا كيب 5 فجينا حللنا الغزور لقينا فيه جذرين اللي هم بتوع السكند اوردر واقعين على الايماجينري اكسيس. طب لما حطيت كيب 6، كيب 6 وجيت حللت الفيرست اوردر بيبعد، ماشي خلاص عرفت، لكن السكند اوردر بقى بالموجب جه في الرايت هاند سايد. اول ما جه في الرايت هاند سايد ايه اللي حصل هنا؟ البيكس بقت بتزيد، البيكس بقت بتزيد، ده معناه ان هو unbounded output، ده بقى معناه انه unstable system، ده معناه انه هيحصل failure في النظام. صحيح انا ككنترول انجينير ببقى عامل اكتر من مرحلة امان، لكن هو كده هي unstable system. لو انت مش حاطط السيفتي فالفز عندك ولا حاطط الفيوزات والكلام ده، هو هيحصل فعلا نوع من انواع الدمج. طيب هو انا كل ما هيجي لي سيستم والسيستمز دي هتبقى مختلفة هقعد اعوض بقيمة كي واشوف الجذور هتقع في اليمين ولا في اليسار، وفين اليسار، اليسار او اليمين، هنا ده الليفت هاند سايد وده الرايت هاند سايد، واشوف السيستم هيبقى ستيبل كده. هقعد افرض انه كي عندي هنا مثلا لغاية 1000 مثلا، هعوض 1000 مرة مثلا. فاللي انا طلعت بيه من اللي فات انه اذا الجذور وقعت في الليفت هاند سايد فانا ستيبل، كل الجذور، كل الجذور all roots ها في الليفت هاند سايد فانا ستيبل. اذا جذر واحد فقط وقع في الليفت هاند سايد، في الرايت هاند سايد، ده الليفت هاند سايد، كل الجذور لازم تقع في الليفت هاند سايد، لو جذر واحد فقط وقع في الرايت هاند سايد يبقى السيستم عندي انستيبل. الكلام بتاع الجذور دوت كان زمان صعب، وخاصة لما يكون من الدرجة الرابعة، الدرجة الخامسة، الدرجة السادسة، الدرجة السادسة هتروح تجيب ست جذور، ست جذور وتشوف الجذور وقع في الليفت هاند سايد ولا في الرايت هاند سايد. دلوقتي انا ممكن اعمل الكلام دوت بالمتلاب بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، وممكن احلها بالآلة الحاسبة كمان. لو انت عملت نيوتن رابسون ميثود وجبت جذر جذر تقدر تعرف الجذور واقع في الليفت هاند سايد ولا في الرايت هاند سايد. لكن اي زمان ما كانش النيوميريكال اناليسيس دي متاحة وموجودة، فكان لازم يجد حل اخر. الحل التاني دوت اللي هو الراوث ستابيليتي كارتوريا، هيعمل ايه راوس؟ هيعمل ايه؟ هيقول لي الجذور هتقع في الليفت هاند سايد ولا في الرايت هاند سايد من غير ما يوجد قيم الجذور. يعني هو هيقول لي الجذور وقع في اليمين او وقع في اليسار من غير ما يقول لي الجذر عند كام وكام وكام، من غير ما يحلل. الحقيقه راوس نظريه بدون اثبات، اعتقد في 2011 كان في بيبر قريتها يعني بيحاول يثبت راوس، لكن انا ككنترول انجينير بصرف النظر انا بستفيد من النتيجه. النتيجه الراجل عمل طريقه، الطريقه دي بقدر اعرف بيها الجذور واقعه في ليفت هاند سايد ولا في رايت هاند سايد من الاس دومين، وانا مش عاوز قيم الجذور، انا عاوز اعرف بس هو السيستم بتاعي ده ستيبل ولا مش. فتعال نشوف راوس قال ايه. راوس قال انت هتشتغل على الكاركترستيك ايكويشن، طبعا هتشتغل على الكاركترستيك ايكويشن اللي فيها كل خواص النظام. فقال لك هتخلق راوس اري، راوس اري دي هتبتدي من الاوردر الكبير استكعيب هنا استربيع اس 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 0 اللي هو الحد المطلق يعني اس اس 0 ده، وبعدين في الصف الاول هتحط هنا في واحد هينزل، وهنا في الفردي هنا 3 وهتسيب الزوج، بعد كده هنا في واحد 3 وبعد كده مفيش حاجة فكتبت صفار، وبعدين الزوجي هنا الاثنين اهي بتاعت الاس تربيع، وبعدين التأسيب الفردي ده، وبعدين خد الحد المطلق ده، وبعد كده مفيش حاجة. فأول صفين في راوث اري دول جايين من الكاركترستيك ايكويشن، وبالتالي لازم كل المعاملات تكون موجودة، ما ينفعش يبقى معامل واقع مني، ما ينفعش يبقى معامل مش موجود معايا،
لازم اس تك اي موجود، اس تربيع موجود، اس موجود، ثلاثه لازم تكون كل الـ وما يكونش فيهم معامل متكرر، يعني 3 اس زائد 5 اس لازم تجمعهم 8 اس ونخلص. طيب بعد كده الصفوف اللي بعدها دي هتتحسب. الواحد ونص ده هنحسبه ازاي؟ هطلع فوق 2 في 3 ناقص 3 في 1 على 2، انا كاتبها لك كده 2 في 3 ناقص 3 في 1 على 2، وكأنه هو مش زيه بالظبط، وكأني بجيب قيمة محددة. 2 في 3 ناقص 3 في 1 على 2، لما تيجي تحسبها يبقى 6 ناقص 3 ب 3 على 2 تبقى بكام؟ تبقى ب 1.5. طب وهنا؟ طب وهنا؟ ده هحسبه ازاي ده؟ هيبقى اطلع فوق 2 في 0 ناقص 0 في 1 على 2، 2 في 0 ناقص 0 في 1 على 2، 2 في 0 ناقص 0 في 1 على 2، البسط كله بصفر، يبقى هنا قيمته كام؟ 0. ودايما لما انت تيجي تاخد بعد كده هنا 2 في 0 ناقص 0 في 1 البسط بصفر، يبقى على طول ينزل صفر، اتمنز انه اللي تحتيه صفر هينزل هنا. طيب يبقى انا خدت ده، عرفت ده. طب وده اطلع فوق هيبقى 1.5 في 3 ناقص 0 في 2 على 1.5، مش عارف انا كاتبها. ايوه هنا الرقم ده اهو، الرقم 3، 3 ده هيبقى تطلع فوق 1.5 في 3 ناقص 0 في 2 على 1.5 فده كده بصفر، و1.5 هيروح مع ال1.5 يبقى ينزل لي 3، فاتفقنا ان اللي تحته صفر ينزل هنا، يبقى اللي تحته صفر نزل هنا، اللي تحته صفر نزل هنا. بعد ما تخلص لي العمود الاولاني ده سعادتك اللي هو اول صفين من الكاركترستيك ايكويشن بالظبط، بعد كده بيتم الحساب. العمود الاولاني اذا كان كله بوزيتيف يبقى كل الجذور تقع في الليفت هاند سايد وهو المطلوب. اذا الجذور وقعت في الليفت هاند سايد يبقى انت ايه؟ يبقى انت ستيب. اذا في جذر واحد فقط وقع في الرايت هاند سايد يبقى انت ايه؟ يبقى انت ان ستيب. طيب كل الجذور تقع في الليفت هاند سايد، طب لو هنا في عنصر بالسالب يبقى انت ان ستيب، عندك جذور واقعه في الرايت هاند سايد. كام جذر بعدد مرات تغيير الاشاره؟ هنشوف الكلام ده. طيب تعالى ناخد كمان تشيك، خلي لي كي ب4، هنا كي ب2 خلي لي كي ب4، كي ب4 بقى الحد المطلق هنا ب5 زي ما اتفقنا، وادي اول صفين جايين من الكويشن بالظبط، ادي اللي قدام التكعيب، ادي اللي قدام الواحد اسس واحد، بعد كده مفيش، وبعد كده ادي اللي قدام التربيع، وادي اللي قدام الحد المطلق، بعد كده مفيش، اللي تحته صفر نزل هنا، ها الخمسه تحتها صفر نزلت هنا على طول، على طول كل ده صفار هنا. يبقى هنا ما يبقاش عندي غير مشكله غير في حساب الراجل ده، كام الراجل ده؟ 2 في 3 ها 2 في 3 ب 6 ناقص 5 في 1 ها هي دي بتاعه الثانيه دي المفروض تتشطب يعني دي ما لهاش علاقه. طيب معلش تاني، النص هنا هيبقى 2 في 3 ناقص 5 في 1 ب 1 على ال 2 بنص، يبقى هنا النص ده اطلع فوق 2 في 3 ب 6 ناقص 5 في 1 ب 5، يبقى 6 ناقص 5 ب 1 على ال 2 بكام؟ بنص. طب احسب ده ازاي؟ اطلع فوق نص في 5 ماشي ب 2.5 ناقص 0 في 2 بصفر، يبقى 2.5 على نص، ارجع تاني لكام؟ للخمسة، يبقى اللي تحته صفر ينزل هنا. طيب هل كل ده موجب؟ اه كله موجب، يبقى كل الجذور طالعه في الليفت هاند سايد، ويبقى السيستم بتاعي ستيبل، وفعلا كان كي لما 4 كان الجذور كلها واقعه في الليفت هاند سايد، وكان السيستم ستيبل، وممكن ترجع ليه الكيرفات تاني. طب حط كي ب6 بقى، حط كي ب6، بقى هنا ب7، بقى هنا ب7. تعال احسب ده، 2 في 3 بكام؟ ب6 ناقص 7 هيبقى ناقص 1 على 2 بسالب نص، بسالب نص. فده معناه انه لما جيت شفت العمود الاولاني لقيت انه في عنصر هيبقى بالسالب، ها يبقى في جذور واقعه في الرايت هاند سايد، وبالتالي السيستم ده يبقى انستيبل سيستم. طب السؤال كام جذر واقع في الرايت هاند سايد؟ عدد مرات تغيير الايه؟
الإشارة، عدد مرات تغيير الإشارة هنا كان بوزيتيف بقى نيجاتيف، يبقى في كده جذر، وبعدين بقى نيجاتيف بقى بوزيتيف بقى في كمان جذر، ففي جذرين. هو سيف ذا اوردر اصلا، يا اما الفيرست هو اللي يقع في رايت هاند سايد، يا اما التو بولز بتوع السكند اوردر هم اللي يقعوا في الرايت هاند سايد. فهنا غير الإشارة مرة، لو كان سالب كمان مرة يبقى الفيرست هو اللي واقع هناك، لكن هو غير الإشارة مرة، غير الإشارة كمان مرة، في جذرين، يعني السكند اوردر هو اللي واقع في الرايت هاند سايد. Two roots lie on the right hand side، وبالتالي السيستم دوت يبقى unstable. يعني راوث هيعمل ايه؟ راوث هيقول لي الجذور واقعه يمين ولا شمال من غير ما يوجد اماكن الجذور. انا شايف ان ده يعني هو فادني جدا بالكارتيريا اللي هو عملها، وانا اشكره جدا، وانا بعتبر الكلام ده اختراع الحقيقة. يعني اوجد اماكن الجذور يمين ولا شمال من غير ما احلل الجذور، شكرا جدا. لكن ككنترول انجينير انا هستنى على نفسي كده برضو، اقعد اعوض واجيب الكاركترستيك ايكويشن واشوف العمود الاولاني دوت كله بوزيتيف ولا لا. لا مش عايز كده، انا مش عايز كده خالص، انا عايز اشوف انا اخري كام في الكي ده، الكي ده ازود لغايه كام. يعني انا هدخل اجرب اشوف قيم كي واحط قيم كي واشوف العمود بوزيتيف ولا تاني ماشي كده لغايه امتى يعني. فهنعمل ايه؟ هنحل راوس ستابيليتي بس في الجنرال كيس، كي تساوي كي، كي تساوي كي، فده بقى هنا اس تكعيب زائد 2 اس زائد 3 اس زائد 1 زائد كي، يبقى هنا 1 زائد كي ماشي الحال، هنا تحته صفر نزل، هنا ده تحته صفر هينزل 1 زائد كي. كل العمود ده انت عايزه ايه؟ انت عايزه بوزيتيف، يعني 1 زائد كي لازم يبقى اكبر من الصفر، وبالتالي كي اكبر من سالب 1، كي اكبر من سالب 1 يعني كي اكبر من الصفر، هو لو اكبر من الصفر يبقى اكبر من سالب 1 ماشي. طب والسي ده الثابت ده بكام؟ الثابت ده هنطلع فوق 2 في 3 ناقص 1 زائد كي في 1 على 2 اهو، 2 في 3 ناقص 1 زائد كي في 1 على 2 يبقى 6 ناقص 1 ناقص كي على 2 يبقى 5 ناقص كي على ال 2، يبقى لازم السي 1 ده يبقى اكبر من الصفر. 5 ناقص كي على ال 2 اكبر من الصفر، ال 2 اكبر من الصفر، يبقى لازم الباست يبقى اكبر من الصفر، يبقى 5 ناقص كي اكبر من الزيرو، يبقى الكي وديها الناحيه الثانيه هتبقى اقل من 5، كي هتبقى اقل من 5، وهنا كي اكبر من سالب 1، يبقى الرينج اوف ستابيليتي كي لازم في السيستم ده كي لازم يبقى اكبر من سالب 1 واقل من كام؟ واقل من 5. يبقى انا كده استغليت راوس في ان هو يجد لي حدود لقيم الجين اللي انا اقدر استخدمها في المنظومه ديت عشان السيستم يكون ستيبل. في ايرور ما فيهوش ايرور، هظبط الموضوع ده بعدين، لكن لازم مبدئيا اضمن السيستم بتاعي يكون ستيبل سيستم. الحقيقه يعني في شيت ممكن نشوف في مسائل كتير بحيث ان احنا نتعود على الكلام ده، لكن انا هحل مسالتين، واحده فيهم من الدرجه الرابعه بس عشان اعودك ازاي تخلق الراوث اري. فالدرجه الرابعه بدات من اسس 4 ادي 1، التربيع 3، الحد المطلق 5. يعني انا هنا خدت 1 فوتت الفردي، وبعدين خدت 3 فوتت الفردي، وخدت 5 بعد كده صفار. وبعد كده ادي الاثنين وادي الاربعه، وبعد كده مفيش حاجه تمام، عشان بس ما غلطش فقمت عامل الخطوط ديت علشان اشوف الماتريكس بتاعتي تبقى عامله ازاي، وسهلت على نفسي كمان، اللي تحته صفر نزلته، اللي تحته صفر نزلته، مهما كان قيمة الراجل ده تحته صفر هينزل زي ما هو. طيب هنا ده هحسبه ازاي؟ اطلع فوق 2 في 3 ب 6 ناقص 4 يبقى 2 على 2 6، 2 في 4 فين 2 في 4 دي؟ ده كام ده الرقم ده؟ 2 في 3 ب 6، 6 ناقص 4 يبقى كام؟ طيب يبقى الرقم ده مش مظبوط. 2 في 3 ب 6 ناقص 4 ب 2 على 2 يبقى ده 1، ده 1. طيب ده ب 5 اكيد فور شور،
لان ده تحته صفر هينزل هنا خمسة. طيب لو ده واحد بقى هيبقى ده سالب واحد. تعال نشوف كده السالب واحد ده، ما اعتقدش، هنا هيبقى واحد في اربعة باربعة ناقص واحد في اربعة باربعة ناقص عشرة هيبقى ناقص ستة، ده هيبقى ناقص تلاتة. يعني هو مش هيبقى سالب واحد هنا، الحقيقة ده سالب تلاتة، فسالب تلاتة يعني السيستم دوت كده هيبقى unstable system، دي سالب تلاتة، وغير الإشارة مرتين وبالتالي هيبقى في جذرين في ال right hand side. هنا بس اعذرني، هنا في هنا دي اتفقنا انها تطلع بواحد، وانا مش هقدر اعيد المحاضرة بصراحة، فعدلها، وهي الحمد لله ده طلع برضو بالسالب، فالسيستم برضو ايه طلع unstable system. طيب هنا برضو في مسألة بيقول لي find the range of k for stability، وبعدين كاتب لي 6 s زائد 16 s، فطبعا يعني هل هذا فخ؟ يعني لازم على طول انا اجمعهم، طالما من الدرجة الاولى هنا يبقى 22 s، فهتبقى هنا 1 وهنا 22 وهنا بعدها ما فيش، وبعد كده ادي 4 زائد k وادي k. طبعا ده بتاع الحد المطلق، لكن ده معامل لسه تربيع، ما اقدرش يعني اعمل حاجه. وهنا الصفر نزل وهنا الكي نزل، فلازم الكي يبقى اكبر من صفر طبعا، ادي اول شرط. بعد كده هنا السي واحد ده بقى اللي هو بكام؟ اطلع فوق، 4 زائد كي في 22 ناقص كي على 4 زائد كي. انت من الشرط السهل ان هو كي اكبر من صفر، عشان المقام هنا يبقى اكبر من صفر لازم كي يبقى اكبر من صفر، فكده خلاص انا المقام مضمون عندي. لو انت طبقت الشرط ده يبقى مضمون عندي ان المقام هيبقى اكبر من صفر، يبقى لك البسط. يبقى 22 في 4 زائد k ناقص k لازم تبقى اكبر من صفر، وبالتالي يبقى 88 زائد 21 k اللي هي 22 k ناقص k يعني اكبر من صفر، وبالتالي تبقى ال k اكبر من سالب 4.1. طب ما انا يا جماعه قايل ان هو اكبر من صفر، لو اكبر من صفر في الشرط الاولاني اكيد اكيد هيبقى اكبر من سالب 4.1، وبالتالي الشرط الاولاني يلغي الشرط التاني، ويتبقى لك انه هنا لو اي حطيت اي قيمه لكي اكبر من صفر فالسيستم هيكون عندي ستيبل سيستم. يبقى احنا كده شرحت لك امتى السيستم يكون ستيبل، ان الجذور كلها تقع في الليفت هاند سايد، جذر واحد فقط يقع في الرايت هاند سايد سيستم انستيبل. طب مين ممكن يساعدني في الموضوع ده يا جماعه؟ اذا كنت مش عارف احلل الجذور، إذا كانت من الدرجة الرابعة خمسة ستة مش عارف أحلل الجذور، فراوس هيساعدني. راوس بيقول لك انشئ راوس أري والعمود الأولاني لازم يكون بوزيتيف أكبر من الصفر، مش أكبر من أو يساوي، أكبر من الصفر. تمام، هنحاول ننزل شيت في هذا الخصوص بحيث إن هو يمرنك شوية على الاستابيليتي، وعايزك تبص للكلام ده كويس، وعايزك انت بنفسك تجيب الجذور، وعايزك انت بنفسك ترسم الاس بلين وتسقط الجذور، ها، لانه الكلام ده هيفيدنا في الدروس اللي جايه، خاصه في الاناليسيس والديزاين اوف كنترول سيستم. اشكركم والى اللقاء ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، القاكم على خير.